بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب إحياء علوم الدين لإمام الأئمة وحجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. مع الكتاب الأول كتاب العلم، وكنا وصلنا إلى آفات العلم يحذرنا منها، وهذا الكتاب كتاب العلم لإحياء علوم الدين جدير بأن يشرح شرحاً واسعاً من الناحية التعليمية والتربوية والخلقية والقيمية، فكل كلمة فيه وراءها قاعدة تبنى على مثلها العقول النيرة التي تسعى لتحصيل العلم لعبادة الله، لعمارة الدنيا كما أمر الله، لتزكية النفس كما أمر الله سبحانه وتعالى، فيكون العبد بذلك عبداً ربانياً. فإذا دعا الله استجاب الله له، هذا أساس كبير فقدته الحضارات الأخرى. وكانت قضية الدين أو الألوهية تكمل الحياة، تجيب على الأسئلة الكبرى، لكنها ليست تبنى عليها الحياة. أما هذا الإسلام فقد بنى الحياة على القضية الحقيقية للكون، وهي أنه لا إله إلا الله، وأن هذا القرآن هو من عند الله اللي بنعبر عنها بكلمة وأن محمداً رسول الله. نستمر في القراءة والشرح، وإن كان هذا الكتاب يحتاج إلى شروح مستفيضة، كتاب العلم وحده تأسيساً، لأنه هو المفتاح، ولذلك جعله الغزالي أول كتاب قبل ما يدخل في العبادات والمعاملات والمهلكات والمنجيات وكذا إلى آخره، تكلم عن مفتاح الأمر وهو العلم. ولا نجاة لنا لا في طريق الدنيا ولا في طريق الآخرة إلا بالعلم. اقرأ يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وفي أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى: إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي. يا داود لا تسأل عني عالماً قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. يا داود إذا رأيت لي طالباً فكن له خادماً. يا داود من رد إلي هارباً كتبته جهبذاً، ومن كتبته جهبذاً لم أعذبه أبداً. ولذلك قال الحسن رحمه الله: عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. ولذلك قال يحيى بن معاذ: إنما يذهب بهاء العلم والحكمة إذا طلب بهما الدنيا. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فهو لص. وقال عمر رضي الله عنه: إذا رأيتم العالم محباً للدنيا فاتهموه على دينكم، فإن كل محب يخوض فيما أحب. وقال مالك بن دينار رحمه الله: قرأت في بعض الكتب السالفة أن الله تعالى يقول: إن أهون ما أصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه. وكتب رجل إلى أخ له: إنك قد أوتيت علماً فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم في نور علمهم. وكان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول لعلماء الدنيا: يا أصحاب العلم، قصوركم قيصرية، وبيوتكم كسروية، وأثوابكم ظاهرية، وأخفافكم جالوتية، ومراكبكم قارونية،
وأوانيكم فرعونية، ومآثمكم جاهلية، ومذاهبكم شيطانية، فأين الشريعة المحمدية؟ قال الشاعر: وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟ وقال آخر: يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. وقيل لبعض العارفين: أترى أن من تكون المعاصي قرة عينه لا يعرف الله؟ فقال: لا أشك أن من تكون الدنيا عنده آثر من الآخرة أنه لا يعرف الله تعالى، وهذا دون ذلك بكثير. ولا تظنن أن ترك المال يكفي في اللحوق بعلماء الآخرة، فإن الجاه أضر من المال. ولذلك قال بشر: حدثنا باب من أبواب الدنيا. فإذا سمعت الرجل يقول حدثنا، فإنما يقول أوسعوا لي. ودفن بشر بن الحارث 14 ما بين قمطرة وقوصرة من الكتب، وكان يقول: أنا أشتهي أن أحدث، ولو ذهبت عني شهوة الحديث لحدثت. وقال هو وغيره: إذا اشتهيت أن تحدث فاسكت، فإذا لم تشتهي فحدث. وهذا لأن التلذذ بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة من كل تنعم في الدنيا، فمن أجاب شهوته فيه فهو من أبناء الدنيا. ولذلك قال الثوري: فتنة الحديث أشد من فتنة الأهل والمال والولد. وكيف لا تخاف فتنته وقد قيل لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال سهل رحمه الله: العلم كله دنيا، والآخرة منه العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص. وقال: الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء سكارى إلا العاملين، والعاملون كلهم مغرورون إلا المخلصين، والمخلص على وجل حتى يدري ما يختم له، والمخلص على وجل حتى يدري ماذا يختم له به. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا، وإنما أراد به طلب الأسانيد العالية أو طلب الحديث الذي لا يحتاج إليه في طلب الآخرة. وقال عيسى عليه السلام: كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على طريق دنياه؟ وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به لا ليعمل به؟ وقال صالح بن كيسان البصري: أدركت الشيوخ وهم يتعوذون بالله من الفاجر العالم بالسنة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال الحافظ العراقي: أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد جيد. إذن هنا أمور: الأمر الأول بعض الضبط، الجهبذ على شكل واحد وهو بالكسر، وهي كلمة فارسية، وفي القاموس أنها بالكسر فقط، ما فيش جهبذ. فكلام العوام يقول لك ده جهبذ، يعني خطأ. فكما قال الشيخ وهو يتلو: الجهبذ. والجهبذ هو الخبير أو الخريط أو الحاسب أو المدقق أو نحو هذا المعنى، يعني هو الأستاذ الجهبذ المتعمق. وسعيد بن المسيب كما
عند أهل العراق أو ابن المسيب عند أهل الحجاز أو ابن المسيب كما عند أهل العراق، لكن سعيد كان يحب أن ينادى بالكسر سعيد بن المسيب. وتكلموا في أدب التلاوة أننا نذكر ما أحبه الإنسان، يعني ينادى الإنسان بأحب الألفاظ إليه. وكان من طرائف ذلك أن يقول سيب الله من سيبني، يعني المسيب يبقى مفعول به، فكان يقول سيب الله من سيبني، فهو ابن المسيب بالأدب وليس بالتحرير، حتى لو كان ابن المسيب لكن احنا نقول ايه ابن المسيب. ومثله المبرد، وكان يقال له المبرد. ومثله الغزالي، وكان يقال له الغزالي. وكل ذلك كانوا يكرهون هذه الأشياء، فنذكرها على ما كانوا يحبون، نقول المبرد، الغزالي، ابن المسيب ونحو ذلك. وهذا المعنى الذي ذكره الإمام تكلم عنه أهل التصوف وأسموا حالة عالية من العلاقة مع الله بأهل الحديث. وأهل الحديث معناها أهل الحديث مع الله في هذا المعنى، وهو من دخل في المناجاة، في حاجة كده طبقة، يعني في مقام اسمه مقام المناجاة، يصل فيه الإنسان إلى حد الحديث مع الله، عامل زي سيدنا موسى كده، يعني الله يلهمه بإلهامات، يفتح عليه بفتوح، وهو أيضا يعني يعبد الله سبحانه وتعالى، وتكون هناك مراوحة. وهذا يسمى بأهل الحديث، ليس هم أهل الحديث اللي هم أهل السند والبخاري ومسلم وأبو داود، لا، عند هؤلاء الناس وفي مصطلحهم أن أهل الحديث هو أهل الحديث مع الله. وهو يتكلم عنهم دون أن يسميهم بأهل الحديث كما سماهم الصوفية، إنما هؤلاء أقوام دخلوا في طبقة أو في مرتبة أو في درجة تسمى بالمناجاة. وهذه المناجاة تحدث لذة عظيمة في القلب، لأنه يعني يناجي ربه. واهتم كثير من الطرق إلى الوصول إلى درجة المناجاة، حتى أسموا كتبهم المناجاة، يعني سموها باسم الطبقة أو الدرجة أو المقام الذي تصل إليه في الحديث مع الله، المناجاة. وفي حالة المناجاة رأينا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال له ربه وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الله سبحانه وتعالى سأل هي إيه اللي في يمينك يا موسى، كان يقول له عصاي فقط، إيه بقى اللي يخليه يقول أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها، وكان هيزود يظهر، قال ولي فيها مآرب أخرى. قالوا لمعنى طول الأنس بالله، يعني هو حصلت له حالة من اللذة، من الفرحة، من المناجاة، ما قدرش يمسك نفسه، عايز يتكلم يتكلم يتكلم، بالرغم إنه يبقى إذن المناجاة بتعمل حالة من البسط. يمكن يكون بالعقل إنه من الأدب إن أنا جاوب على قد السؤال، وما تلك بيمينك يا موسى وهو أعلم بها أقول عصاي، لكن القضية لا، ده بيشير إليك إلى أن هذا المقام
هو مقام بسط وليس مقام قبض وخوف ويعني حشمة من الله سبحانه وتعالى. لا، ده مقام انبساط وفرح وتلذذ حدث له فاستمر فيه هذا كذلك. قالوا لمعنى طول الأنس بالله سبحانه وتعالى. الشيخ الغزالي أرشد إلى أن هذه المناجاة وتلك اللذة قد يحرم منها العبد بسوء أدبه، وأنها تسلب منه، فيجي يناجي فيصبح مناجاة لفظية، قاعد يدعي يدعي وقلبه مش بيتحرك، وكده يبقى خسر كثيرا جدا. ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف، فاللي عرف المناجاة يتحصر عليها كثيرا إذا ما فقدها بسوء أدب صدر منه، فهو بيحفز ويستفز العلماء أن يدخلوا في المناجاة وأن يشعروا بلذتها وأن يحافظوا عليها، لأن هذه اللذة ستحميهم من الوقوع في الآفات المحظورة التي توجه علمهم إلى الدنيا وليس إلى الآخرة. ولذلك إذا من الله على أحدكم بالدخول في المناجاة فليعلم أن هذا كنز كبير يستحق الحفاظ عليه والتأدب معه والدعاء بأن يديم الله سبحانه وتعالى عليه هذه النعمة، وهي نعمة تساوي كنوز الدنيا وما فيها. المقابل هو الحجاب والعياذ بالله تعالى، فتكون محجوبا عن هذه المناجاة. فإذا حصل حجاب فلا بد عليك أن تسعى لمعرفة سبب وجوده حتى تزيله، ولمعرفة كيف تتعداه وتتجاوزه وتعود مرة أخرى إلى المناجاة. القضية الثالثة هنا هؤلاء الأكابر، الفضيل بن عياض، الحسن البصري، يحيى بن معاذ، سليمان الدراني، هؤلاء هم أئمة الهدى الذين علموا الناس العلاقة بين الإنسان وبين ربه. القضية الرابعة هي أنه بشر ابن الحارث أو بشر الحافي أو أمثال هؤلاء عندما يدفن الكتب فهذا يسميه العلماء بالحال، وتلاحظ حال حصل له حال، والأحوال لا يقف عندها الرجال، يعني ما تاخدش منها حكم لأنه ده حال، حاله مع الله كده. ولذلك تراهم أنه وضعها في صندوق ودفنها ما حرقهاش، حرقها يبقى تدمير، لكن الدفن إبعاد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لها من يستخرجها ويستفيد منها إذا كان حاله مع الله على الحال الطيب. ونستفيد من هذا أن المسلمين في حال علمهم وحضارتهم والتزامهم بدينهم لم يحرقوا الكتب أبدا، وأن الفريق الكذب التي يقال أنهم حرقوا مكتبة الإسكندرية هذا أوهام، لا، هم لم يحرقوا الكتب أبدا إلا عندما أصابهم الجهل، فكانت السيدات وهن يطبخن ويحطوا الكتب وقود للنار، ده حال الجهل، ده ملوش دعوة بالإسلام، ده جهل حصل في الأمة. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.